اروح حوسك شبه نداء اهدر في الحوي هذا معروف على معروف المخلوق ادعوا وبارك جل ايغ رسال مغرب والامين هو لا ان شاء الله يا رب انا كلم خلاص جميه دير مغرب وحبه دير مغرب وحبه سير اسكت بعد اسكت بعد اهدى لك خلي سير يا خوتنا من الجيران راهم يضامنوا معنا راهم يجيبوا لنا في الخبز يجيبوا في المأكولات يجيبوا في الماء يجيبوا في المازوط يجيبوا في المطريه رانا متوقفين يد واحده مع هذا المخلوق هذا اللي راه هنا عالق وربي ان شاء الله يسلك احواله ونشكر كل الشعب ان شاء الله مع الوقفه تاعو هذه اللي رانا واقفين يد واحده شعب واحد متوحد على كلمه واحده انهم يتعاونوا على المحنه هذه اللي رانا فيها في هذه الساعه لها. المبادره هذه تاع الشعب مالوفه على الشعب الجزائري ونشكر الجميع الحضور هنايا من كامل المناطق رانا نشوفوا في لوحه الترقيم راها جميع الولايات المجاوره اللي جاونا من الجزائر وخلوا راهم في التعب معانا هنايا وراهم عندهم اليوم اربع ايام وهما ساهرين وجماعه اللي راه جابوا متريالهم وجابوا مازوتهم من جيوبهم وراهم في حاله تعب وتاهب وراهم مشكورين ونشكر السلطات ونشكر الامن الوطني اللي راه حاضر. الرحمن الرحيم نشكر الاولى هذه فاجعه صرات علينا احنا في اهل مشمل هنا بلديه الحوامد. نشكروا الشعب من كل الولايات ونشكروا المقاولين والحمايه المدنيه ونشكروا جميع الولايات المجاوره البعيده والقريبه ونشكروا الشعب والمقاولين. هنا منذ مدة أربع أيام والناس هنا يقومون بحملات تبرع من أكل وشرب جميعهم كانوا يدا واحدة من جميع الولايات وليست من ولاية المسيلة فقط مثلا ولاية الجلفة ولاية البويرة ولاية سطيف باتنا الجميع كان حاضرا هنا من أجل الوقوف على هذه المحنة نشكرهم جميعا وبارك الله.